من الميادين نشرة مفصلة للأنباء نستهلها بالعناوين. تجدد استهداف القواعد الأمريكية في حقلي كونيكو والعمر في سوريا بالصواريخ بعد ساعات على سقوط قتيل وخمس إصابات في استهداف سابق لهما. دعوات إلى تصعيد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو. أسبوع شلل في إسرائيل بدأ من الأحد، ووزير الأمن يحذر من تفكك الجيش. الأمن الروسي يعلن تفكيك خلية تخريبية أوكرانية قرب محطة زاباروجيا، ورئيس الدوما يدعو إلى رفض التعاون مع الجناية الدولية. القمة الإيبيرية الأمريكية تنطلق اليوم في الدومينيكان بحضور الرئيس الفنزويلي، وكاراكاس تدعو إلى إنهاء العقوبات والتدابير القسرية بحق شعبها. هيئة الطيران المدني في صنعاء توقف رحلات المنظمات الدولية العاملة في اليمن ردا على منع الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء. أهلا بكم. كشفت مصادر الميادين عن تجدد سقوط عدد من الصواريخ على القاعدة الأمريكية في حقل غازي كونيكو، وإضافة إلى استهداف حقل كونيكو في ريف دير الزور الشمالي، استهدف القصف أيضا وفق مصادر ميدانية حقل العمر في مدينة الميادين. وبعد الاعتراف يوم أمس بقتيل وخمس إصابات، أكد مسؤولون أمريكيون إصابة جندي هذه الليلة، فيما أعلن البنتاغون أن طائرات أمريكية انطلقت من قاعدة العديد القطرية أغارت على مناطق في شرق سوريا. ومعنا من الحسكة الصحفي أيهم مرعي. أيهم أهلا ومرحبا بك. إذا ماذا في تفاصيل تجدد سقوط صواريخ على قاعدتي الكونيكو والعمر، وماذا عن أعداد الإصابات؟ يعني ثبت حتى الآن أن أكثر من 15 صاروخا سقط على أكبر قاعدتين للاتحاد الدولي، هما قاعدتين غير شرعيتين بطبيعة الحال في محافظة دير الزور، وفي عموم سوريا هم أكبر قاعدتين، قاعدة حقل العمر وقاعدة حقل كونيكو. 8 من الصواريخ سقطت في قاعدة حقل كونيكو و7 في حقل العمر. هذه في الوجبة المسائية. كانت هناك أيضا في ساعات الصباح الأولى يوم أمس أيضا قصف آخر لقاعدة حقل العمر، وتطلق عليها الولايات المتحدة القرية الخضراء، وهي تشهد أكبر تواجد الولايات المتحدة إلى جانب قوات فرنسية وبريطانية. هي تعتبر غرفة عمليات التحالف الدولي في هذه القاعدة. كان هناك قصف صاروخي طالها، يعني قصف يوم أمس أدى إلى إصابة عنصر أمريكي على الأقل باعتراف أمريكي، وأخلف إصابات كبيرة، بالإضافة أنه أحدث حالة من الخوف والهلع في صفوف الجنود الأمريكيين وجنود التحالف المتواجدين في هذه القواعد. يعني مصادر ميادين تؤكد أن التحالف قام بإخلاء هذه القواعد لساعات عديدة، ونشر قواته عبر دوريات برية في محيط القاعدة خوفا من سقوط عدد أكبر من الضحايا. أيضا أطلق طائرات مروحية ومسيرة لساعات طويلة، ربما حتى الآن هناك تحليق بالطيران المروحي والحربي وحتى المسير في أجواء المنطقة تخوفا من أي استهداف جديد. وبالتالي يعني نجحت إيران من خلال بيانها الذي بعد ساعات قليلة فقط من إصداره بترجمة ذلك على أرض الواقع، عندما قالت أن يدها هي الطولة في سوريا، وأنها هي يعني ستواجه أي محاولات اعتداء على وجودها الشرعي في سوريا، لكونها هي متواجدة بالتعاون مع الدولة السورية وهي تحارب الإرهاب وتنظيم داعش، وأن أي استهداف لقوات حتى لو كانت قوات سورية رديفة هي تشرف على يعني تقديم استشارة عسكرية لها، هي لن تقف مكتوفة الأيدي. وبالفعل يعني البيان دخل التنفيذ فورا عندما قامت باستهداف أكبر قاعدتين للاتحاد الدولي في كونيكو والعمر، وبالتالي خلق حالة من يعني حالة ردع لأي محاولات أمريكية يعني تكرار الاستهداف. وبالفعل يعني لم تقم الولايات المتحدة باستهداف أو أي اعتداء، رغم تعرق يعني قواعدها لهجوم عنيف هو الأعنف ربما منذ عام 2021 عندما بدأت المقاومة الشعبية السورية باستهداف القواعد الأمريكية. يعني نحن الآن أمام استهداف رقم 78 حتى الآن للقواعد الأمريكية في سوريا. كان هذا الاستهداف يوم أمس هو الأعنف على الإطلاق، يعني من حيث عدد
من حقهم الخسائر، وايضا من حيث عدد الصواريخ التي سقطت داخل هذه القواعد. وقاعدة اشتباك جديده يبدو انها في الايام القادمه ستضغط على الوجود الامريكي غير الشرعي في سوريا، وما ستحدث فرقا في مساله التواجد الامريكي ومستقبل التواجد الامريكي على الاراضي السوريه. طب أيهم، يعني قلت أن القوات الأمريكية تسير دوريات وأن هناك إخلاء للقواعد العسكرية، هل نفهم من ذلك أن هناك تخوف من تكرار سقوط صواريخ على هاتين القاعدتين الأمريكيتين؟ صحيح، يعني اليوم عندما كانت هناك 3 استهدافات خلال أقل من 24 ساعة، وبالتالي هناك كانت خشية كبيرة من أن يتم تكرار الاستهداف في أي لحظة، وبالتالي يعني اتخذت الولايات المتحدة والجنود الأمريكيين مجموعة من الإجراءات يعني لا معنى لها سوى أنهم متخوفين من تكرار هذا الاستهداف لقواعدهم في المنطقة، بالإضافة حتى القواعد الأخرى. يعني تحدث مثلا عن استنفار لجيش سوريا الحرة في منطقة السنف والقواعد الأمريكية في منطقة السنف، بالإضافة لقواعد أمريكية في الحسكة. يعني كانت هناك استهداف يوم صباح او ليل يوم الخميس، كان استهداف لقاعده في الحسكه في خراب الجير، مطار هو يعني المطار الرئيسي الذي يعتمد عليه التحالف في تنقلاته في المنطقه. ايضا كان هناك استنفار حتى في قاعده الشدادي في ريف الحسكه الجنوبي، وبالتالي يعني تمكنت يعني هذه الضربات من احداث الخوف والرعب في سقوط عناصر امريكيه في كل القواعد، ليس فقط في قاعدة زي الكونيكو والعمر، وهذا الكلام حتى ينطبق على القواعد في جنوب سوريا كما قلنا في السنه. هناك يعني معلومات اكيده عن استنفار الامريكيين و يعني الميليشيا التي تشرف على دعمها وتطلق الاطلاق عليها من جيش سوريا الحر في المنطقه. يعني نجحت الاستهدافات من بس الرعب في قلوب عناصر التحالف الامريكي، ليس فقط الامريكيين، يعني نتحدث ايضا ان هناك جنود بريطانيين وفرنسيين يتواجدون ايضا في هذه القواعد. الصحفي ايهم راي كنت معنا من الحسكه، كل الشكر لك. وكان مصدر مسؤول من المستشارين الايرانيين في سوريا قد حذر القوات الامريكيه من امتلاك بلاده اليد الطولى والقدره على الرد اذا جرى استهداف المراكز والقوات الايرانيه في سوريا، وشدد على ان الانتقام لن يكون سهلا وبعيدا. وفي حديث لوكالة يونيوز أكد المصدر أن الأهداف التي هاجمها الاحتلال الأمريكي هي نقاط مدنية في دير الزور، وهي عبارة عن مخازن تغذية ومراكز خدمات، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وجرح 7 أفراد. وأشار إلى أن الحضور الإيراني المشروع في سوريا هو لمساعدة الدولة السورية وتحت رعايتها لمواجهة الإرهابيين والمشروع التكفيري وعلى رأسه داعش. وغداة تنفيذ الجيش الأمريكي غارات في سوريا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده لا تسعى إلى صراع مع إيران، وشدد على أن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك بقوة لحماية الأمريكيين. أبلغني فريقي للأمن القومي وأنا في الطريق إلى هنا عن هجوم في سوريا أمس، استخدمت جماعة مسلحة مدعومة من إيران طائرة من دون طيار لضرب إحدى منشآتنا، ما تسبب في سقوط عديد من الضحايا الأمريكيين. توفي أحد مواطنينا وفاة مأساوية في ذلك الهجوم على متن طائرة بالأمس. تحدثت إلى فريق الأمن القومي لدينا ومرت برد فوري. نفذت القوات العسكرية الأمريكية الليلة الماضية سلسلة من الضربات الجوية في سوريا استهدفت المسؤولين عن مهاجمة أفرادنا، ولكي لا نخطئ فإن الولايات المتحدة لا تؤكد السعي إلى الصراع مع إيران، ولكن نحن نبذل كل ما في وسعنا من أجل حماية شعبنا. أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الدفاعات الجوية في القاعدة العسكرية الأمريكية شمال شرق سوريا لم تكن تعمل بكامل طاقتها قبل الضربة الأخيرة التي تعرضت لها. الصحيفة نقلت عن مسؤولين عسكريين أمريكيين قولهم إن ملابسات الحادثة تخضع للتحقيق، وأنه لم يتضح ما إذا كان المهاجمون قد اكتشفوا هذه الثغرة قبل تنفيذهم الضربة. وأشارت إلى أنه لم يتضح أيضا الفرق الذي أحدثه ذلك في الدفاع عن القاعدة. حمل نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسير وليد دقة المصاب بمرض السرطان في النخاع الشوكي. ولفت النادي إلى أن الأسير دقة تعرض في المدة الأخيرة لانتكاسات متتالية وخطرة، وبعد نقله إلى مستشفى بارزلاي الإسرائيلي تبين أنه أصيب بالتهاب رئوي حاد وقصور كلوي، ما يعرضه لقصور أعضاء جسده الحيوية. شارك آلاف الفلسطينيين في تأدية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى،
وذلك على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشددة لمنعهم من الوصول إلى الأقصى. من عام إلى آخر ينتظر المقدسيون رمضان بشوق. المدينة تنتعش بزوارها من كل أنحاء فلسطين أخيراً رغم قسوة الاحتلال. فالقدس محاصرة ومعزولة بجدار يفصل الضفة الغربية عنها ويمنع أهلها من دخولها إلا في رمضان. رمضان يعني لنا عنا إلى فرحتين، فرحة العبادة وفرحة الطاعات بالمسجد الأقصى والرباط، والفرحة الثانية أننا بنشوف أنه أهلنا وإخوتنا اللي بيت لحم اللي بجنين برام الله بطول كرم. إن شاء الله يا رب بنعاد علينا رمضان مرارا وأعواما وكثيرة ومنضل نجي ونزور الأقصى يا رب. تدعي سلطات الاحتلال إجراء تسهيلات لدخول فلسطيني الضفة إلى القدس أيام الجمعة، لكنها في الواقع تمنع قطعا دخول الأولاد ما فوق سن 12 والرجال ما دون 45. أما من هم ما بين 45 و55 فيحتاجون إلى تصاريح خاصة. أما غزة فحصار أهلها عن القدس مضاعف. وحكي فاضي، ما في أي نوع من التسهيلات اللي بيحكوا عنها، بالعكس هذا كل إذلال لنا. يعني صح، يعني طلع كيف الجيش التحصينات اللي عاملينها بزيادة كثير، نقاط التفتيش كثير تبهدلنا والله. مع ذلك وصلنا الحمد لله رب العالمين، نحن في ذا الأقصى. القدس تعني لنا كل شيء، متنفس تبعنا، حياتنا، مستقبلنا. القدس كل شيء بالنسبة لنا برمضان وبغير رمضان. تحريض إسرائيلي واسع سبق شهر رمضان لتحميله وزر تفجر الأوضاع الأمنية في القدس. سينشر الاحتلال 1000 شرطي يوميا حول الأقصى والبلدة القديمة، وستتم مضاعفتهم أيام الجمعة. رغم ذلك أدى أول صلاة جمعة في شهر رمضان في رحاب الأقصى المبارك نحو 150,000 مصل. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. أعلن منظمو الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية في إسرائيل نيتهم تصعيد تحركاتهم بدءا من يوم غد الأحد وتنظيم ما وصفوه بأسبوع شلل وطني. وفي السياق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 100 طبيب عسكري أعلنوا أنهم لن يؤدوا خدمة الاحتياط من الآن فصاعدا، هو ما أدى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الطلب من المؤسسة الأمنية موقفا حازما ضد هذه الخطوة. كذلك وصف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت في حديث مع نتنياهو الوضع بالمقلق جدا، وقال إن كل توقعات رئيس الأركان بالتفكك حتى الآن كانت دقيقة، ليس في الاحتياط وحده بل في الخدمة الدائمة والنظامية أيضا. إذا كان رئيس الحكومة يعتقد أن رفض الخدمة أمر خطر فهو مسؤول عن ذلك. ما يحصل ليس رفضاً للخدمة بل تجميد التطوع. لا يجب إدخال هذا الأمر إلى الخدمة النظامية في سلاح الجو. ما نراه هنا هو وجود عدو داخلي يضعف دولة إسرائيل، ولكن العدو الخارجي لا يتجاهل ذلك، ويوجد هنا عاصفة كاملة يمكن أن تهب. القصة مع حزب الله لم تنتهي، سيكون هناك عاصفة كاملة. إيران، حزب الله، رمضان، غزة، عرب إسرائيل يضعفوننا من الداخل ولا يسمحون لنا بالقتال في الخارج كما يجب. وفي لندن شارك ناشطون فلسطينيون وبريطانيون في تظاهرة منددة بزيارة نتنياهو. تقرير موسى سرور. لا لاستقبال مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في لندن، ولا لإمداد إسرائيل بالسلاح، ولا لغض الطرف عن نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. لآت ثلاث رفعها المتظاهرون أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن رفضا لزيارة رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للندن. أدرك أن هناك أزمة سياسية في إسرائيل، لكن هذا لا يمنع حكومة سوناك من العمل من أجل حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة. المتظاهرون رفعوا شعارات مطالبة بالحرية لفلسطين من البحر إلى النهر وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، كما رددوا هتافات منددة بحكومة ريشي سوناك التي فضلت عقد صفقة تجارية مع إسرائيل على حقوق الفلسطينيين. نقول لحكومة بريطانيا أن مثل هذا اللقاء هو عبارة عن تبييض لصفحة نتنياهو وعصابته الحاكمة في دولة الاحتلال، ونرفض
الاتفاقية التي سيوقعها نتنياهو مع ريشي سيناك اليوم، والتي تعطي لإسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في الاستيطان وفي الاحتلال وفي قتل شعبنا في فلسطين. نحن هنا لنقول لا لاستقبال ممثلين عن دولة الأبرتايد، ورسالتنا إلى الحكومة البريطانية لا لوضع السجادة الحمراء لمن يرأس دولة الفصل العنصري في إسرائيل. وعلى الضفة المقابلة للداونينغ ستريت تظاهرة إسرائيلية رفضا لزيارة نتنياهو الذي اتهمه المشاركون فيها بالديكتاتور وبمدمر الديمقراطية في إسرائيل. يتهم هؤلاء المتظاهرون حكومة سوناك بازدواجية المعايير لأنها وضعت كل إمكاناتها المالية والقانونية في خانة ملاحقة من تصفهم بمرتكبي الجرائم في أوكرانيا، ولكنها لم تحرك ساكنا على مدى عقود تجاه أعمال القتل الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. مستسرور لندن، الميادين. فكك الأمن الروسي خلية أوكرانية أدارتها استخبارات كييف في مدينة إنغرودار المحاذية لمحطة زاباروجيا النووية، وفق ما أعلن رئيس حركة نحن مع روسيا فلاديمير روغوف. وقال روغوف إن قوات الأمن اكتشفت الخلية في منزل مشبوه استخدمته المجموعة التخريبية التي أدارتها الاستخبارات الأوكرانية، وأكد ضبط 150 كيلوغراما من المتفجرات ومكونات تحضير العبوات الناسفة، إضافة إلى هواتف محمولة و40 طلقة لبنادق القنص وبزات عسكرية أوكرانية. أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أهمية إبرام اتفاقيات مع الدول الصديقة تنص على رفض التعاون أو مساعدة المحكمة الجنائية. فولودين شدد أيضا على ضرورة إجراء تغييرات في التشريعات لحظر أنشطة المحكمة الجنائية الدولية في روسيا. وافقت شركة خطوط أنابيب الغاز الروسية نورد ستريم على المشاركة في انتشال جسم عثر عليه قرب موقع تفجير الأنابيب في بحر البلطيق، وفق ما أعلنت وكالة الطاقة الدنماركية. وكانت الوكالة دعت في وقت سابق الشركة الروسية إلى المشاركة في عملية انتشال الجسم الذي يتخذ شكل اسطوانة بارتفاع نحو 40 سنتيمترا وقطرها 10 سنتيمترات. من جانبه رأى الكرملين أن دعوة الدنمارك الشركة الروسية إلى رفع الجسم أمر إيجابي. من الأهمية بمكان معرفة نوع الجسم وما إذا كان يشير إلى هجوم إرهابي على خطوط الأنابيب ومواصلة التحقيق. يجب أن يكون هذا التحقيق شفافا وشاملا من وجهة نظر جميع الأطراف المعنية. قال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش إن السلطات الأمريكية نظرت في إمكانية تفجير خطوط نقل غاز السائل الشمالي في نهاية عام 2021. هيرش شدد في مقابلة مع صحيفة تشاينا ديلي على أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تواصل في تلك الفترة مع المنفذين المحتملين للعملية، كما طرح سوليفان هذا الأمر على الرئيس بايدن. رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الصين لم تقدم أسلحة كبيرة إلى روسيا في حربها بأوكرانيا، ولكنها ستفعل ذلك. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، شدد بايدن على أن واشنطن ستواصل إمداد أوكرانيا بالتدريب والمعدات للدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بالعدوان الروسي. أعتقد أننا نبالغ إلى حد كبير. لقد سمعت الآن خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن أن الصين ستقدم أسلحة كبيرة إلى روسيا، وسوف يتحدثون عن ذلك. لم يفعلوا ذلك بعد، وهذا لا يعني أنهم لن يفعلوا ذلك. سنواصل الضغط على بوتين من خلال عقوباتنا ورسومنا الجمركية التاريخية، وسنواصل إمداد أوكرانيا بالتدريب والمعدات والمساعدات الإنسانية التي تحتاجها. لقد قمنا بتوسيع تحالفاتنا توسيعا كبيرا. نحن في وضع في الولايات المتحدة حيث حلف الناتو أقوى ونحن جميعا معا. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن على العالم أن يستمع إلى صوت الصين من أجل إيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية، ورأى أن هناك بعض النقاط المهمة في الوثيقة التي اقترحتها الصين للحل في أوكرانيا.
الصين لاعب عالمي، لذا بطبيعة الحال يجب أن نستمع إلى صوتها لنرى إن كان بإمكاننا وضع حد لهذه الحرب ويمكن لأوكرانيا استعادة وحدة أراضيها. هناك بعض النقاط التي أعتقد أنها ذات أهمية في الوثيقة التي اقترحتها الصين، أهمها أن بكين ترفض بكل الوسائل إمكانية استخدام الأسلحة النووية. دعا وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل إلى إنهاء العقوبات على بلاده والتي تؤثر مباشرة في الشعب الفنزويلي. وزير الخارجية الفنزويلي وفي تصريح له قبيل انطلاق أعمال القمة 28 الإيبيرية الأمريكية في الدومينيكان، ذكر أن فنزويلا عززت احترام مبادئ الأمم المتحدة وطلبت إدانة بالإجماع للعقوبات التي تؤثر في شعبها، وطلبت من الاتحاد الأوروبي وقف التدابير القسرية أحادية الجانب ضد الشعب الفنزويلي. كما شدد جيل على أن التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول الإيبيرية الأمريكية تكمن في مكافحة عدم المساواة وتطييق الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة. وفي سياق متصل، أكدت مسؤولة المراسم الخاصة في القمة أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيحضر القمة. احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تجمع عشرات الكنديين أمام مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة الكندية أوتاوا وطالبوا واشنطن بوقف حروبها وأعمالها التي تقوض السلام والاستقرار في العالم، كما حثوا حلف الناتو على وقف تزويد أوكرانيا بالسلاح. على مدار أكثر من 200 عام من وجودها كانت الولايات المتحدة دائما في حالة حرب، لذا فإن واشنطن تثير الحروب. عندما يأتي رئيس الإمبريالية الأمريكية إلى كندا نريد أن نظهر أنه غير مرحب به على الإطلاق وينبغي ألا يأتي إلى هنا. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. إثيوبيا تعلن اكتمال 90% من بناء سد النهضة ومصر تحذر. من جديد أهلا بكم. أعلنت إثيوبيا اكتمال 90% من أشغال بناء سد النهضة وسط تحذيرات مصرية من الأضرار المحتملة. في السياق، أعلن مجلس منسقية مشروع سد النهضة عن احتفالية بمناسبة الذكرى 12 لوضع حجر الأساس للسد. يأتي ذلك وسط تحذير وزير الري المصري من أن استمرار ما وصفه بالإجراءات الأحادية غير التعاونية لتشغيل سد النهضة يمكن أن يسبب ضررا لا يحصى للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر. أعلنت هيئة الطيران المدني اليمنية إيقاف رحلات جميع المنظمات الدولية العاملة في اليمن عبر مطار صنعاء الدولي بدءا من اليوم، وذلك ردا على منع الرحلات التجارية من مطار صنعاء وإليه. وذكرت الهيئة أنها ستسمح لكل المنظمات العاملة في اليمن بتشغيل رحلاتها في يوم واحد فقط أسبوعيا، وهو يوم الجمعة ابتداء من 31 من الشهر الجاري. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي إنه إذا فشلت الهيئات التشريعية في ليبيا في التوصل إلى اتفاق في قوانين الانتخابات في الوقت المناسب فسيتم النظر في الإجراء البديل الذي يمكن اتخاذه. وفي حديث إلى وكالة رويترز شدد باتيلي على أنه لن يقبل بأي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات، وأشار إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية. عليهم أن يتوصلوا إلى هذا الاتفاق في الوقت المناسب. بالطبع إذا لم يفعلوا ذلك فسيكونون مسؤولين أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي والزعماء الإقليميين الذين يدعمونهم في هذه العملية، وسننظر حينها إلى الإجراء البديل الذي يمكن أن نسلكه. العديد من الليبيين أعربوا عن شكوكهم في قدرة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أو حسن نيتهما لوضع حد لمدة تفويضهما. لا يمكن أن يكون هذا تطوراً آخر فحسب في لعبة الكراسي الموسيقية.
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان عن العثور على أغلب خام اليورانيوم الطبيعي المركز الذي أعلن فقدانه في الأونة الأخيرة في ليبيا. وبحسب البيان السري للدول الأعضاء، فإن الوكالة أجرت تفتيشا واكتشفت أن كمية ضئيلة نسبيا من خام اليورانيوم المركز ما زالت مفقودة من أصل 2.5 طن تقريبا. قالت الرئاسة الجزائرية أن السفير الجزائري سيعود إلى باريس، وأن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا ستجري في موعدها المبرمج لها في أيار مايو المقبل. جاء ذلك عقب اتصال هاتفي بين تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أزال كثيرا من اللبس بشأن عملية تهريب مواطنة جزائرية مطلوبة للعدالة إلى فرنسا بحسب الرئاسة الجزائرية. على وقع التظاهرات في باريس وعموم فرنسا، أعلن قصر الإليزيه إرجاء زيارة رسمية كانت من المقرر أن يجريها ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا الأحد المقبل. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أشار إلى أن سبب تأجيل الزيارة يتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد. أعتقد أنكم ترون الموقف المتعلق بالاحتجاجات من جراء إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، وزيارة الملك كانت مقررة من الاثنين إلى الأربعاء. أعتقد أننا لن نكون جادين ومفتقرين إلى المنطق السليم إن اقترحنا على جلالة الملك وعقيلته إجراء زيارة رسمية في خضم التظاهرات. لذا اقترحنا أنه مع بداية الصيف وفق جداول أعمالنا الخاصة يمكننا معا تحديد موعد زيارة رسمية جديدة تكون على قدر استقبال الملك والملكة. الأزمة الفرنسية أمام حائط مسدود وخوف من تصاعد أعمال العنف والمواجهات وسط غياب الحلول في ظل عدم تراجع الحكومة عن قانون رفع سن التقاعد وإصرار النقابات على مواصلة الاحتجاجات. موسى عاصي. الأزمة الفرنسية تبدو أمام طريق مسدود. لا الحكومة قادرة على التراجع عن قانون أقرته قسرا، ولا النقابات التي ترى في ارتفاع مستوى التأييد الشعبي لها ورقة تفويض لاستمرار الاحتجاجات، وشرطها غير القابل للتفاوض هو عودة إيمانويل ماكرون عن قانون رفع سن التقاعد، وهذا الأمر غير قابل للتطبيق من قبل الحكومة بحسب تأكيد جديد صدر عن ماكرون على هامش مشاركته في القمة الأوروبية في بروكسل. أنا مستعد للقاء النقابات لمناقشة أمور تتعلق بالعمل كإعادة التدريب المهني والتطوير الوظيفي وظروف العمل ومسألة المكافآت، لكن بالنسبة إلى قانون سن التقاعد فالأمر أمام المجلس الدستوري ونحن ننتظر قراره. نحن مستمرون في الاحتجاجات حتى تقرر الحكومة العودة عن هذا القانون، وحتى الآن لم يقرر المجلس الدستوري مصيره، وقبل ذلك نحن لن نتراجع. أمام هذا المشهد المعقد تتقدم التحذيرات من ارتفاع مستوى أعمال العنف التي باتت تتكرر على نطاق واسع على هامش التظاهرات وكل مساء في العاصمة وبعض المدن الكبيرة. هناك حالة غضب كبيرة في فرنسا، ويسود شعور بانخفاض مستوى الحياة وتراجع قيمة المدخول، وعندما تطرح على الموظفين العمل لسنتين إضافيتين فبالتأكيد سيرفضون. هذا الأمر يعكس حالة من التوتر، ولكن هل سيؤدي إلى اضطرابات أمنية؟ حتى الآن أمكن احتواء الأمر، فنحن لسنا أمام تكرار لما حدث عام 68، ولسنا في حالة ثورة. الحكومة متهمة بتأجيج أعمال العنف، فقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الفيديو الذي يشير على نحو واضح إلى هجمات شنها عناصر الشرطة ضد عدد من المحتجين السلميين. تصريحات المسؤولين في السلطة التنفيذية من رئيسة الحكومة إلى وزير الداخلية إضافة إلى وسائل إعلام داعمة للرئيس الفرنسي ركزت منذ نهاية يوم الاحتجاجات الكبير على مشهد أعمال العنف، وبعض الاستنتاجات تقول إن الهدف من ذلك هو تحميل النقابات مسؤولية هذه الأعمال وتخويف الفرنسيين من مواصلة دعمهم هذه الاحتجاجات. مصاعص باريس، الميادين.
أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا ميادوفيتش إلى عن قلقها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المحتجين على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا. وفي بيان دعت ميادوفيتش فرنسا إلى احترام حق التظاهر، وأشارت إلى أن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة، وأن تحرم المتظاهرين السلميين التمتع بالحق في حرية التجمع. وتراجعت مؤشرات الأسواق المالية الأوروبية بعد موجة بيع كبيرة لأسهم المصارف ولا سيما الكبرى منها، وفي مقدمها دوتشي بانك الألماني. يأتي ذلك وسط قفزة في تكلفة التأمين على الديون ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى لها في أكثر من 4 سنوات. يأتي هذا الانهيار في أعقاب اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل شددوا خلاله على مرونة وقوة البنوك الأوروبية. وناقش القادة الأوروبيون مخاطر الأزمة المصرفية في أعقاب الانهيارات المفاجئة لمصارف أمريكية وآخر سويسري، وما إذا كان من شأنها أن تضر باقتصاد التكتل الأوروبي، كما حرص المستشار الألماني أولاف شولتز على طمأنة الأسواق ودعوته إلى عدم القلق. لقد اتخذنا في السنوات الماضية القرارات الصحيحة فيما يتعلق باستقرار قطاعنا المصرفي في أوروبا، وهي قرارات أكثر صرامة ووضوحا مقارنة بالكثير من البلدان الأخرى في العالم. وهذه القواعد الواضحة هي الأساس الذي يقوم عليه استقرار البنوك والأسواق المالية في أوروبا، لأن هذا أمر ناتج من اللوائح التي جرى وضعها. حظرت فرنسا استخدام تيك توك على هواتف العمل الخاصة بمليونين ونصف مليون موظف في القطاع العام. مصادر في وزارة القطاع العام الفرنسية قالت إنه إثر تحليل أجرته الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات والمجلس الوزاري المشترك للقطاع الرقمي، فإن تيك توك والتطبيقات الترفيهية كنتفليكس بصفة عامة تمثل مخاطر من حيث الأمن السيبراني وحماية البيانات. وأوضحت المصادر أن موقع تويتر مدرج أيضا في اللائحة التي لم تعلنها الحكومة رسميا. في الأثناء رفضت بكين اقتراح واشنطن بيع تطبيق تيك توك، وتحذر من أن البيع القسري للتطبيق قد يضر بثقة المستثمرين الصينيين في الولايات المتحدة. وأمام الرفض الصيني تنحسر خيارات واشنطن بشأن التعامل مع تطبيق تيك توك، ولا سيما أن قرار حظره تواجهه عقبات قانونية وتشريعية. 5 ساعات من الاستجواب الحاد واجهها المدير التنفيذي لشركة تيك توك شو تشيو في الكونغرس الأمريكي. دعوة لحظر التطبيق واتهامات مباشرة وجهها المشرعون الأمريكيون بشأن خضوع تطبيق تيك توك لنفوذ الصين وتعريضه بيانات المستخدمين الأمريكيين للخطر، على الرغم من وجودها في خوادم شركة أوراكل الأمريكية. خلال الجلسة قدم المدير التنفيذي لتيك توك التزامات متعددة، أبرزها حماية بيانات المستخدم الأمريكي من وصول أي جهة أجنبية إليها. لم أرى أي دليل على أن الحكومة الصينية لديها إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدمين، لم يطلبوا منا ذلك أبدا، ونعتقد أن المطلوب هو قواعد شفافة تنطبق على جميع شركات التكنولوجيا، فملكية التطبيق ليست جوهر معالجة هذه المخاوف. المشرعون الأمريكيون استندوا خلال الاستجواب إلى بيان الخارجية الصينية الرافض للاقتراح الأمريكي بشراء تطبيق تيك توك، والداعي الولايات المتحدة إلى وقف قمع الشركات الأجنبية. بكين لم ولن تطالب الشركات أو الأفراد بتسليم بيانات أجنبية بطريقة تنتهك القانون المحلي، وتولي أهمية كبيرة لحماية خصوصية البيانات. يجب على الولايات المتحدة أن تحترم بجدية مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة. المعارضة الصينية الصريحة للاقتراح الأمريكي تضع الإدارة الأمريكية أمام خيارات محدودة لتقرير مصير التطبيق الأكثر شعبية حول العالم، مع عدد مستخدمين يصل إلى 1.5 مليار، منهم 150 مليون مستخدم أمريكي. فقرار فرض حظر على التطبيق لن يكون سهلا على إدارة بايدن بحسب صحيفة نيويورك تايمز، مع عدم ضمان موافقة كلية من الكونغرس
ومواجهة الحظر عقبات قانونية وتشريعية أبرزها تقليد أمريكا المتمثل في حرية تدفق المعلومات، فيما نقلت صحيفة بوستن جلوب عن أعضاء في الكونغرس أن حظر التطبيق ليس الحل الحقيقي للمشكلة، ما يحتم على بايدن الاختيار إن كان يريد توسيع المواجهة مع الصين عبر بوابة تيك توك. هنأ الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل العالم الإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان، وأعرب في تغريدة له عن تمنياته بتقبل العالم الإسلامي أطيب التمنيات الكوبية في هذه الأيام المليئة بالوئام وحب العائلة والسلام خلال شهر رمضان الذي ينضح بالإيمان والمشاعر النقية والفضيلة. كذلك عبر كانيل عن امتنانه وتقديره لقناة الميادين في أعقاب بثها العرض الأول للحوار الخاص معه، ووصفها بصوت شعوب المنطقة العربية ودول الجنوب. تتعالى الأصوات في إقليم كردستان العراق على خلفية أوضاع حقوق الإنسان والحريات في الإقليم، وإن أتت هذه المواقف في سياق الدفاع عن تقرير الخارجية الأمريكية إلا أن الوضع الداخلي في كردستان يشهد ضغطا داخليا شديدا، وأوضاع الحياة السياسية والإعلامية والحريات العامة تشهد ضغطا من الأحزاب الحاكمة في الإقليم. عبد الله بدران. لم يكن النموذج الذي يقدم رسميا من أربيل أو كما يقدمه حلفاؤه من الداخل العراقي، فإقليم كردستان العراق ليس فقط كما يعرضه تقرير الخارجية الأمريكية بخصوص حقوق الإنسان، وإنما كما يؤكد سياسيون كرد ومراكز بحث معنية، فهذه التظاهرات هنا المطالبة بصرف رواتب القطاع العام مستمرة على الرغم من وصول سلفها المالية من بغداد المقدرة شهريا ب$300 مليون، فيما الإدارة في كردستان منقسمة بين إدارتين. ففي أربيل حيث نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتد إلى الأجهزة الأمنية والبيشمركة على الرغم من أنها جزء من منظومة الدفاع الوطني في العراق الاتحادي، وفي السليمانية الحصة للاتحاد الوطني الكردستاني، وبين هذا وذاك أو كل ذاك يبقى عنوان الأمن القومي والحفاظ عليه مطاطا يدرج تحته غالبا كل قسوة الأمن في مواجهة الاحتجاج أو الاحتجاز بالهراوات وقنابل الغاز وبالرصاص الحي. ففي عملية حساب رياضية بسيطة فإن الإقليم الذي تصله دفعات مالية شهرية من الحكومة الاتحادية ومع عدم تسليمه مبالغ الواردات النفطية وعدم إطلاع بغداد على عمل المنافذ البرية فيه، يعاني موظفو القطاع العام من تأخر استلام مرتباتهم، فيما لم يحسم أي من الوفود الكردية مع بغداد مشكلة المتعلقات المالية وآلية التعامل بين بغداد وأربيل في أزمة مزمنة، في وقت تعتبر فيه بغداد أن مباحثات رئيس الحكومة محمد السوداني مع قادة كردستان العراق بوضع عائدات نفط الإقليم في حساب يخضع للحكومة الاتحادية انفراجة تدعم تطبيق برنامجه الوزاري. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. رفضا لتعميم مصرف لبنان وللمطالبة بإعادة الودائع من المصرف، نظم المودعون في لبنان وقفة احتجاجية أمام المصرف تخللها إحراق إطارات وإطلاق عبوات زجاجية باتجاه المبنى، كما جال المودعون بين فروع المصارف في منطقة الحمرة وأغلقوا الطرق بعض الوقت. حسن الرفاعي. إشعال للإطارات، رشق للعبوات الزجاجية وأطلاق للمفرقعات النارية، هكذا انطلقت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية صرخة المودعين. ومن أمام مصرف لبنان رفعت اللافتات وعلت الأصوات رفضا لتعاميم مصرف لبنان الظالمة للمودعين وللمطالبة باسترداد الودائع. نحن الجماعة حاطين مصرياتنا وبنفس الوقت عم نشوف مصرياتنا عم تنسلب قدام عيننا، عم تنسلب قدام عينا. طريقة الهروب للأمام واستعمال الاحتياط اللي هو مصريات المودعين ما هتأدي غير لكارثة، وكارثة كبيرة، كارثة مدمرة عليهم وعلى رؤوسهم بالأول. لم تحرك الدولة ساكنا، فتحرك المودعون باتجاه فروع المصارف في شارع الحمرة ليرفعوا الصوت من جديد، فألقوا الحجارة وضربوا أبوابا مصفحة وضعتها المصارف لحماية واجهاتها عقب الأزمة الاقتصادية،
ولكن احنا صاحبين القضية. بعثوا لنا صرخة من خلال وسائل الإعلام ما نشطبكم وديعكم، جايين نقول لهم أهلا وسهلا فيكم بلبنان، بس تشطيب وديع فشر، في حلول، ما تقولوا لنا ما في حلول. نحن اليوم جايين أمام مصرف لبنان لنسجل موقف، جايين نبلغ حاكم المغارة ليوقف التعاميم العشوائية، التعاميم الشيطانية، التعاميم وهندسات الشيطانية التي ذوبت فلوس المودعين. لا يكاد يمضي أسبوع في لبنان من دون تحرك للمودعين، بتحرك فردي لتحصيل وديعة أو بتحركات منظمة من الجمعيات، لكن كل الصرخات حتى اللحظة لم تجعل الدولة تتحرك لإيجاد حل يعيد إلى الشعب اللبناني ودائعه. تحرك جديد للمودعين بدأ من أمام مصرف لبنان وتنقل بين فروع المصارف للمطالبة بالحقوق، تحذيرات بالتصعيد والدولة غائبة كودائع المتظاهرين. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين. موجة ارتفاع في الأسعار شملت أغلب السلع في الأسواق التونسية إضافة إلى فقدان بعضها، يأتي ذلك في ظل أزمة اقتصادية حادة ألقت بظلالها على القدرة الشرائية للمواطنين ولا سيما خلال شهر رمضان. تقرير سميح البغنمي. وسط ارتفاع في أسعار السلع الرمضانية ومختلف المواد الأساسية، يشكو المواطن التونسي حجم الضغوط الملقاة على كاهله وضعف قدرته الشرائية في ظل أزمة اقتصادية عمقتها نسبة التضخم القياسية حيث تجاوزت 10%. الناس الكل تتشكى من الغلاء، حتى حد ما مسيع دوره. شوفوا في غلال معيشة بارتو توا، في الماكلة، في الحومات، في الدنيا الكل. هكا كيلو اللحم 35 دينار، وفما اللي قاعد يبيع فيه ب 40 دينار ديجا. قداش منه المواطن؟ الدوب الدوب كل يوم ويوم، معاش خالتين، مع قراية صغار، مع المصروف، مع كذا، ما عطيش الاخر. باش ناكل؟ ما وشوية خبز وكهو. ورغم سعي السلطات إلى تطويق الأسعار الملتهبة عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات وتكثيف حملات المراقبة، غير أن المشهد الاقتصادي يؤكد أن شهر رمضان هذا العام سيكون الأصعب على التونسيين. تجميد الأجور مع ارتفاع التضخم هي ضغوط إضافية للأسرة التونسية لمواجهة نفقات شهر رمضان، وهي نفقات يعني استثنائية. انهيار قيمة الدينار أيضا وتفاقم عجز الميزان التجاري سيكون له تداعيات على أسعار المواد الموردة. وتكافح تونس تحت وطأة ديون متزايدة وتفاقم ارتفاع الأسعار في ظل تحذيرات من انهيار البلاد إذا لم تتوصل تونس سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد ألقت بظلالها على أجواء شهر رمضان، إذ تواجه الموائد الرمضانية تحدياً في الحفاظ على عاداتها الشعبية، ويعاني المواطن مزيداً من الضغوطات المالية والاجتماعية. سميحة البغنمي، تونس، الميادين. قرية هونغ كون في أنهوي من أعظم القرى وأجملها، فلماذا تلقب بقرية البقرة؟ وماذا عن تاريخ هذه القرية الصينية؟ مهدي ديراني. هذه السيدة ليست الوحيدة التي تحتاج من حركة السياحة في قريتها، فهناك كثيرون في قرية البقرة. قرية هونغتن بوسط أنخوي سميت البقرة لكونها تشبه جسم البقرة من الأعلى، وقد صممت على يد امرأة من أسرة وان قبل 800 عام. أما اليوم فأكثر من 70% من سكانها ينتسبون إلى أسرة وان إلى جانب أسرة تشو. أبنية القرية تتميز بطابع هندسي صيني تقليدي،
وجدران وسقوف رمادية، وقد زينت أزقتها التي لا يزيد عرضها على مترين بفوانيس ملونة. أما هذه القنوات المائية فتمثل أمعاء البقرة، وهي تساعد على خفض درجة الحرارة في الصيف. هونغسن من القرى المميزة فعلا في الصين، فهي مدرجة في قائمة التراث العالمي. إنها نموذج فريد للعمارة التقليدية الصينية، وهي تتميز بنظام مائي شعبي جميل. صباحا تستخدم المياه للشرب، أمام بعد الظهر فتستخدم حصرا لغسيل الثياب والآنية. في وسط القرية شيدت بركة لتمثل معدة البقرة وسط مشهدية جمالية رائعة، فيما تمثل الجسور قوائمها الأربع. أما بساطة الحياة ورونقها فيمكن التماسهما خلال التنقل في أرجاء القرية. يصفها الصينيون بالقرية، وهي على شكل بقرة مع ثروة مائية وسط حديقة من الخوخ، ولا عجب بأن تلقب بأفضل القرى في الصين وأن تدرج ضمن التراث الثقافي العالمي. مهدي ديراني من قرية خونشن في الشمال الشرقي من محافظة ييشيان في أنخوي. وصلنا إلى الختام، وفي تذكير بعناوين النشرة. تجدد استهداف القواعد الأمريكية في حقلي كونيكو والعمر في سوريا بالصواريخ بعد ساعات على سقوط قتيل وخمس إصابات في استهداف سابق لهما. دعوات إلى تصعيد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو. أسبوع شلل في إسرائيل بدأ من الأحد، ووزير الأمن يحذر من تفكك الجيش. الأمن الروسي يعلن تفكيك خلية تخريبية أوكرانية قرب محطة زاباروجيا، ورئيس الدوما يدعو إلى رفض التعاون مع الجنائية الدولية. القمة الأيبيرية الأمريكية تنطلق اليوم في الدومينيكان بحضور الرئيس الفنزويلي، وكاراكاس تدعو إلى إنهاء العقوبات والتدابير القسرية بحق شعبها. هيئة الطيران المدني في صنعاء توقف رحلات المنظمات الدولية العاملة في اليمن ردا على منع الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء. لمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية وكذلك الإسبانية. شكرا لطيب المتابعة، بحفظ الله ورعايته.